بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين: وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة أرحم الراحمين. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد عن الله شرود البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به. وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه، أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وعرفنا أنه رحمه الله لما فرغ من الكلام على الأسباب العشرة التي ذكرها لوقوع الخلاف بين العلماء، نبه على أمرين. الأمر الأول أن أسباب الخلاف بين العلماء لا تنحصر، والأمر الثاني أن العالم إذا خالف الدليل لعذر له فإن ذلك لا يبيح لمن وقف على الدليل وعرف دلالته أن يخالف هذا الدليل، فالعالم معذور في ترك الدليل ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، وذلك لأن الناس متعبدون بالأدلة الشرعية. ثم عرفنا في الدرس السابق أنه رحمه الله ذكر مسألة مهمة لها اتصال بأسباب الخلاف بين العلماء، وهي أن العالم إذا خالف مقتضى حديث فهل يدخل في الوعيد الوارد في الحديث أو أنه لا يدخل؟ وأجاب على هذا السؤال بجواب طويل، وذكر أن العالم لا يدخل في الوعيد الوارد في الحديث الذي خالفه، وذلك لعدة أدلة عرفنا منها في الدرس السابق 8 أدلة، ووقفنا عند الدليل التاسع، ويبدأ الدليل التاسع من قوله: ثم حيث قدر قيام الموجب
للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة إلى آخر كلامه. والمصنف رحمه الله في الدليل الأول ذكر أن الوعيد أي وعيد لا يترتب إلا إذا وجد شرطه، فلا يلحق الإنسان الوعيد إلا إذا وجد شرط الوعيد، وشرطه العلم بالوعيد أو التمكن منه، لأن الجاهل غير مكلف، ولهذا العلماء يعدون من شروط التكليف العلم لقوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي هذا الدليل الأخير ذكر أن الموجب للوعيد وهو سبب الوعيد، الموجب المراد به السبب، أن الموجب للوعيد وهو سبب الوعيد قد يوجد ويوجد شرطه، لكن الوعيد لا يترتب عليه لوجود مانع منه، فمع أنه وجد السبب للوعيد ووجد شرط الوعيد إلا أن الوعيد لا يترتب، لماذا؟ لوجود المانع من الوعيد. والمانع عكس الشرط، وذلك لأن الشرط يؤثر في حال في حال العدم، وأما المانع فيؤثر في حال الوجود، ولهذا يعرفون المانع بأنه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. أما الشرط فيعرفونه بماذا؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولهذا قلنا الشرط مؤثر في حال العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فقد يوجد السبب الذي يقتضي لحوق الوعيد، ويوجد شرطه، لكن الوعيد لا يلحق العبد لوجود مانع منه. وموانع إنفاذ الوعيد كثيرة متعددة، وذكر المصنف رحمه الله منها ستة، وفي موطن آخر من كتبه ذكر منها عشرة، كلها تمنع لحوق الوعيد. فالموانع التي ذكرها: أولاً التوبة، فإذا تاب العبد فإن الوعيد لا يلحقه. الأمر الثاني الاستغفار، فإذا استغفر العبد الله سبحانه وتعالى وغفر له فإن الوعيد لا يلحقه. فإن قال قائل: ما الفرق بين بين التوبة والاستغفار؟ فالجواب على ذلك أن التوبة إذا أطلقت دخل فيها الاستغفار، والاستغفار إذا أطلق دخلت فيه التوبة، لكن إذا اجتمع فإن التوبة تدل على معنى والاستغفار يدل على معنى، فالتوبة تدل في هذه الحال على الإقلاع عن الذنب والرجوع عنه، وأما الاستغفار فيدل على طلب الستر، على طلب ستر الذنب والعفو عنه. ولهذا يقول العلماء: الإصرار على الذنب يضاد التوبة لكنه لا يضاد الاستغفار. الإصرار على الذنب يضاد التوبة، لأن التوبة ما معناها؟ معناها الإقلاع عن الذنب، لكنه لا يضاد الاستغفار، فالاستغفار معناه طلب الستر، لأن الغفر معناه
الستر. وقد نبه إلى هذا الفرق ابن القيم رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونبه عليه أيضا ابن القيم. الثالث من الموانع الحسنات الماحية للسيئات، والرابع بلاء الدنيا ومصائبها، والخامس شفاعة الشفيع المطاع، سواء أكان النبي صلى الله عليه وسلم أم كان غيره من الشافعين، والسادس رحمة أرحم الراحمين. فهذه ستة موانع لإنفاذ الوعيد ذكرها رحمه الله. وزاد في موضع آخر أربعة موانع، وهي دعاء المؤمنين، فإن هذا يمنع لحوق الوعيد إذا أجابه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو السابع. والثامن البلاء في الحياة البرزخية، والتاسع البلاء في عرصات يوم القيامة، والعاشر إهداء ثواب الأعمال له، على القول بأنه يصح إهداء ثواب الأعمال للميت وأن ثوابها يصله. فإذا وجد المانع من لحوق الوعيد فإنه لا يلحق المكلف. وقال لن يعدم أو لن تعدم هذه الموانع إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله سبحانه وتعالى شراد البعير على أهله، فإن من لم يوجد في حقه مانع من هذه الموانع فهو من المتجبرين الشاردين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن العبد المؤمن يصيبه هذه العشرة كلها أو بعضها بحسب فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فالوعيد لا يلحقه إذا وجد مانع من موانع الوعيد. ثم فسر الوعيد فقال الوعيد معناه، الوعيد على العمل معناه أن هذا العمل يكون سبباً لحصول العقاب، فيستحق العبد العقاب، ويترتب على ذلك تحريم الفعل، لأن من علامات الفعل المحرم أن يتوعد الله سبحانه وتعالى على فعله بالعقاب. أما الشخص المتوعد بالعقاب فقد يوجد العقاب في حقه بناء على عدل الله سبحانه وتعالى، وقد لا يوجد بناء على فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعبده. قال أما أن كل شخص قام به ذلك السبب، يعني وجد فيه السبب يجب أن يقع العذاب عليه، أن كل شخص قام به سبب العذاب يجب أن يقع عليه العذاب، فهذا القول باطل قطعا، لأنه مخالف للأدلة القطعية. فالعقوبة متوقفة على أمرين، الأول حصول الشرط، والثاني انتفاء المانع. ولهذا فإن من القواعد المهمة في الشريعة التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها أنه لا يترتب أي حكم من الأحكام إلا إذا وجد شرطه وانتفى مانعه، لا يترتب أي حكم من الأحكام إلا إذا وجد شرطه وانتفى مانعه. ومن ذلك الوعيد، فإن الوعيد حكم من الأحكام فلا يوجد إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه. وهذه قاعدة مفيدة في مسائل العقائد وفي مسائل العبادات والمعاملات وسائر أحكام الدين. نعم. قال وبهذا يكون قد انتهى رحمه الله من الكلام على الأدلة العشرة التي
استدل بها على أن العالم إذا خالف مقتضى الخبر الذي فيه وعيد لا يلحقه الوعيد. نعم. قال: وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركاً جائزاً باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم رضي الله عنهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء. وإما أن يكون تركاً غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى، لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصراً في درك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكاً بحجة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية أن لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال من لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفياً وإثباتاً، فإن هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخلافه. والمفتون كذلك، لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضاً له موانع كما بيناه، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وأنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم. والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنهم وغير ذلك. ثم إننا مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. نعم. لما بين المصنف رحمه الله أن العالم إذا خالف مقتضى الخبر لا يلحقه وعيد، ونصب الأدلة على ذلك، أخذ يزيد المسألة بيانا، وقد ذكر وجهين أزاد بهما ما سبق تقريره. الوجه الأول أن العالم إذا ترك العمل بالحديث لسبب من الأسباب لا يخلو من ثلاث حالات، وقد ذكر هذا في قوله وإيضاح هذا، الإشارة في قوله هذا إشارة إلى ماذا؟ أن العالم إذا ترك العمل بالحديث لسبب من الأسباب فإنه لا يعاقب، لأنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى
أن يكون تركه للحديث تركاً جائزاً باتفاق المسلمين، وذلك كما إذا ترك العمل بالحديث لكون الحديث لم يبلغه، وهو لم يقصر في البحث عن الحديث وطلبه، أو لكونه ترك العمل بالحديث لأنه لم يفهم دلالته، أو لكونه ترك العمل بالحديث لكونه يرى أنه لا يدل على حكم هذه المسألة المعينة، فهذا الترك جائز باتفاق المسلمين. الحال الثانية أن يكون تركه للحديث غير جائز، وهذا لا يصدر من إمام من الأئمة إن شاء الله كما يقوله رحمه الله، وذلك تأكيد، وانتبه، تأكيد للمقدمة التأصيلية التي ذكرها في بداية الكتاب، وهي أن الأئمة المتبوعين لا يتعمدون مخالفة الدليل، فهذا لا يصدر من إمام من الأئمة، وإنما يصدر ممن؟ يصدر من أصحاب الأهواء والبدع، فهم الذين يتعمدون مخالفة الأدلة الشرعية. أما الأئمة المتبوعون فهؤلاء لا يتعمدون مخالفة الأدلة الشرعية. الثالث، وانتبه لهذا الثالث، أن يترك العالم العمل بالحديث إما لقصور منه أو لتقصير فيه، إما لقصور منه، وذلك بأن ينظر في المسألة وهو غير مؤهل للنظر، إما لكونه لم يبلغ رتبة الاجتهاد أو نحو ذلك من الأسباب، أو لتقصير منه بأن لم يبحث عن الأدلة بحثاً كافياً، أو أنه لم ينظر فيها حتى يبلغ النظر نهايته، فهذا تقصير منه، لأن العالم يجب عليه أن يبحث عن الدليل، ويجب عليه أن ينظر في الدليل حتى يبلغ النظر نهايته. ونهاية النظر في الدليل ما هي؟ نهاية النظر في الدليل أن يبذل جهده في البحث عن الدليل والبحث فيه حتى يحس من نفسه العجز عن الزيادة، فهذه نهاية النظر في الدليل، أن يبحث عن الدليل أو يبحث في الدليل حتى يحس من نفسه أنه لا يستطيع الزيادة على الجهد الذي بذله. وهذا ذكر شيخ الإسلام أنه لا ينضبط، لأنه يختلف من شخص إلى آخر، ولهذا قال في كلامه: فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد، لأنه ليس له ضابط محدد في الشرع، ويختلف من شخص لآخر. ولهذا كان العلماء يخافون من الاجتهاد والفتيا، ويخشون ذلك، ولو أخطأ العالم في هذه الحال، وانتبه، وهذا هو الذي يريد أن يتوصل له شيخ الإسلام، لو أخطأ العالم في هذه الحال فإن هذا يعتبر ذنبا ومعصية، وحصول الذنب، وانتبه لهذا، حصول الذنب لا يلزم منه حصول العقاب ولحوق الإثم عند أهل السنة والجماعة، لأن هناك موانع لإنفاذ الوعيد، وهذه الموانع لا تعدم إلا في حق من شرد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال ذلك في تضاعيف كلامه. فهذا حاصل كلامه رحمه الله. ثم ختم هذا الوجه
بأن العلماء ليسوا معصومين، ويجوز أن يقع الذنب من أحدهم، ونحن نرجو لهم العفو والمغفرة لما هم عليه، لما اختصهم الله سبحانه وتعالى به من الأعمال الصالحة والأحوال الطيبة، ومع ذلك لا نتابعهم فيما أخطأوا فيه من الفتاوى والاجتهادات. وهذه نظرة متوازنة من شيخ الإسلام رحمه الله في أن العالم لا يعتقد فيه العصمة، ويرجى له الخير والثواب ولا يتابع على خطأه، وهذا نظر معتدل لأهل السنة والجماعة في الموقف من أخطاء العلماء. وعلماء الأمة قال ليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة قد يخطئون وهم ليسوا معصومين، ومع ذلك لا يتابعون في أخطائهم. وقوله ليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، هذا فيه تنبيه، وانتبه لهذا، إلى خطأ وقع فيه المتكلمون، فإنهم يرون أن علماء الخلف أكثر تحريراً للعلوم وأعظم علماً من قبلهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وهذا رد عليه العلماء كابن تيمية رحمه الله، وألف ابن رجب في ذلك رسالة مستقلة اسمها فضل علم السلف على علم الخلف. وشيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، يعني في العلم والعمل، بل الصحابة رضي الله عنهم أعلى ممن بعدهم، ومجموع الصحابة رضي الله عنهم أفضل من مجموع من بعدهم. لكن لا يلزم من ذلك أن يوجد ممن بعد الصحابة من هو أعلم من بعض الصحابة، ولكن مجموع الصحابة رضي الله عنهم أعلم وأفضل من مجموع من بعدهم من الأمة. ثم ذكر الوجه الثاني الذي زاد به توضيح هذه المسألة، ثم فقال ثم هي منقسمة إلى قال ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل بالأحاديث القطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقنا أنه أراد به تلك السورة، وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار، هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعيها، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده، وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضاً من أناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالماً بتلك الجهة وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشاركه في ذلك. ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتجردون في معرفته رحمهم الله قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلاً عن العلم بصدقها.
ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية، أفاد خبر مثل هذا العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا. لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى. وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهراً فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا. وهذا أيضاً باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. نعم، عرفنا أن المصنف رحمه الله لأخذ يزيد هذه المسألة بياناً من وجهين، لما فرغ من الوجه الأول بدأ يتكلم على الوجه الثاني. وهذا الوجه هو أن الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أدلة قطعية، وهي التي جاءت من طريق مقطوع به ودلت على معنى لا يدخله الاحتمال، فهذه أدلة قطعية. والقسم الثاني أدلة ظاهرة في الدلالة، وهي التي لم تثبت من طريق مقطوع به ويدخل دلالتها الاحتمال، فالدلالة فيها ليست مقطوعا بها وإنما يدخلها الاحتمال، فلا تخرج الأدلة الشرعية المعتبرة عن هذين القسمين، إما أن تكون مقطوعا بها سندا ومتنا، وإما أن تكون ظاهرة في الدلالة وإما أن تكون ظاهرة، سواء كان من جهة السند أم كان من جهة الدلالة. وبدأ يتكلم على القسم الأول وهو الأدلة القطعية، لأنه أرفع أنواع الأدلة وأقواها. والأدلة القطعية يجب اعتقاد مقتضاها علماً وعملاً، فإذا دلت على أمر علمي أي اعتقادي أو يتعلق به شيء من أمور الوعيد فإنه يجب اعتقاد ذلك، أو كان عملياً فإذا دلت على أمر عملي يعني سواء يتعلق بالوجوب أم الندب أم الإباحة أم الكراهة أم التحريم أم الصحة أم الفساد فإنه يجب
اعتقاد ذلك العمل، وهذا ليس فيه خلاف بين العلماء في الجملة كما يقول ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فالأدلة القطعية يجب اعتقاد موجبها علما وعملا من غير خلاف بين علماء الأمة في الجملة، لكنهم قد يختلفون في الأدلة القطعية من جهات. فهم يختلفون من جهة أن هذا الخبر هل هو قطعي السند أو ليس قطعيا، أما كونه إذا ثبت قطعيا لا يحتجون به فهذا لا يقع منهم، بل إذا ثبت قطعيا عملوا به. لكنهم قد يختلفون في الخبر هل هو قطعي أو ليس قطعيا، ويختلفون أيضا من جهة أخرى في القطع، وهي هل هذه الدلالة قطعية أو ليست قطعية، ويختلفون من جهة ثالثة وهي أن هذه الدلالة إذا كانت ليست قطعية فهل هناك وإنما يدخلها الاحتمال، فهل هناك ما ينفي هذا الاحتمال بحيث يجعل الدليل دليلا قطعيا؟ فهذه مواطن يقع الخلاف بين العلماء فيها فيما يتعلق بالدليل القطعي. أما كونه إذا ثبت قطعيا فيحتجون به علما وعملا من غير خلاف، لكن قد يقع الخلاف عندهم في الخبر هل هو ثابت بطريق قطعي أو لا، ويختلفون في دلالته هل هي قطعية أو ليست قطعية. ولو قلنا إنها ليست قطعية وإنما يدخلها الاحتمال، فهل هناك ما ينفي هذا الاحتمال ويزيله بحيث يبقى الدليل في دائرة الأدلة القطعية أو لا؟ هذه ثلاثة أمور تتعلق بالأدلة القطعية يقع الخلاف فيها. أما إذا ثبت أن الدليل قطعي فإنهم لا خلاف بينهم في وجوب العمل في اعتقاد موجبه علما وعملا. وضرب لذلك مسألة مشهورة عند العلماء وهي دلالة خبر الواحد، فإن خبر الواحد اختلف فيه العلماء في دلالته هل يفيد العلم أو يفيد الظن أو يفيد العلم بالقرائن، على ثلاثة أقوال بين العلماء. و ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العمل به عند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين ويفيد العلم، فهو يوجب العمل وهذا لا إشكال فيه، ومع ذلك يفيد العلم عند جمهور الفقهاء وأكثر المتكلمين إذا تلقته الأمة بالقبول. وذهب بعض المتكلمين إلى أن خبر الواحد حتى في هذه الحال وهي إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. وكذلك الخبر، كذلك خبر الواحد الذي روي من جهات متعددة فإنه قد يفيد العلم لمن كان عالما بتلك الجهات أو عالما بأحوال المخبرين به، وكذلك إذا اقترنت به قرائن تقويه فإنه يفيد العلم عند من عرف هذه القرائن،
ومن أمثلة هذه القرائن كثرة المخبرين بالخبر وزيادة صفات المخبرين من العدالة والضبط، وكيفية الإخبار بالخبر كما لو أنه أخبر بالخبر وحلف بأنه سمعه ممن روى عنه، ونحو ذلك من الطرق التي تحتف بالخبر، من الأمور التي تحتف بالخبر وترفعه إلى درجة العلم. ففي هذه الصور الثلاث يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخبر يفيد العلم، وهي ماذا؟ إذا تلقته الأمة بالقبول، وإذا روي من جهات يصدق بعضها بعضا، وإذا اقترنت به قرائن كما إذا روي من جهة واحدة لكن اقترن به قرائن، فإنها ترفعه إلى درجة العلم. ومع ذلك قد لا يفيد العلم عند بعض العلماء، وإنما يفيد الظن في بعض الأحوال، لأن الناس يختلفون في الفهم والإدراك. قال: وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو أن خبر الواحد قد يفيد العلم، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. ونص شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى على أن خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن، وهو موافق لما قرره هنا. وذهب بعض المتكلمين إلى أن كل عدد أفاد العلم في كل عدد في خبر من الأخبار أفاد العلم في قضية من القضايا فإنه يفيد العلم في كل قضية. فإذا روى الخبر مثلا خمسة رواه وأفاد خبرهم العلم، فإنهم إذا رووا خبرا آخر يفيد خبرهم العلم، وكذلك إذا روى خمسة غيرهم خبرا فإنه يفيد العلم، لأنه حصلت إفادة العلم بهذا العدد وهو الخمسة. وهذا القول ذهب له لبعض المتكلمين كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي الحسين البصري وغيرهم من المتكلمين. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا القول باطل قطعا، وذلك لأن القرائن تورث العلم وهي تختلف، فالقرائن تختلف، فأحيانا تفيد العلم وأحيانا لا ترفع الخبر إلى رتبة العلم. والكلام في هذه المسألة طويل، ولهذا قال: لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. أما القرائن التي ليست متصلة بالخبر، وانتبه لهذا، القرائن التي ليست متصلة بالخبر فهذه وهي القرائن الخارجية، فهذه ليس لها تأثير في دلالة خبر الواحد، لأن الخبر قد يتجرد عنها، وهي لو تجردت عن الخبر قد تفيد العلم وقد لا تفيده، وإنما القرائن المؤثرة هي القرائن المتصلة بالخبر، أما القرائن الخارجية فهذه ليس لها تأثير في دلالة خبر الواحد. ولهذا قال: فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر،
وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق كما لم يجعل الخبر تابعا لها. فالخبر أحيانا يفيد العلم مع عدم وجود هذه القرائن الخارجية، والقرائن الخارجية أحيانا تفيد العلم مع عدم وجود الخبر، فليس هناك تلازم بينهما، بل كل منهما أي من الخبر والقرائن الخارجية طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى. وإن اتفق يعني إن حصل اجتماع ما يوجب العلم به منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، فإن هذا لا تأثير له في دلالة الخبر، لأن كل واحد منهما مستقل عن الآخر، وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. فمن كان عالما بالأخبار وبالرجال والطرق فقد يقطع بأن الخبر دلالته أنه أن الخبر يفيد العلم، وإن كان من لا يعلم هذه الطرق ولا يعلم أحوال الرجال لا يقطع ب لا يعتقد دلالة الخبر على العلم، وإنما يفيده الظن، وذلك بحسب ما لديه من العلم والفهم. ثم ذكر الأمر الثالث الذي سبقت الإشارة إليه، وهي أن انتبه أن العلماء لا يختلفون في أن الدليل المقطوع به يحتج به علما وعملا، ولكن يختلفون في أمور. الأمر الأول أن هذا الخبر هل هو قطعي أو ليس قطعيا من جهة السند، وهل هو قطعي أو ليس قطعيا من جهة الدلالة، ويختلفون في أن هذا الخبر الذي دخله الاحتمال هل هناك ما يمنع الاحتمال ويزيله بحيث يبقى الخبر دلالته قطعية. هذا الأمر الثالث ذكره هنا، أما الأمران الأولان فذكرهما في بداية الكلام، فقال في الأمر الثالث: وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو ظاهر يعني يدل على معنى راجح، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا. فإذا انتفى الاحتمال المرجوح يبقى الخبر ماذا؟ يبقى مقطوعا به. إذا انتفى الاحتمال المرجوح فإن الخبر يبقى مقطوعا به. ويمكن أن يضرب مثال لذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. فقوله امرأة هذا ظاهر في المرأة الحرة المكلفة الحرة، لكن يتطرق إليه احتمال، وهو أن المراد بالمرأة المكاتبة كما ذهب لذلك فقهاء الحنفية، لكن الحديث وجد فيه ما يمنع هذا الاحتمال، وهو العموم في قوله أيما، وهو من أقوى أنواع العموم. والأمر الثاني العموم في قوله امرأة، فإن لفظ امرأة نكرة في سياق الشرط فيعم كل مرأة. والأمر الثالث أن العام لا يحمل على الصورة النادرة، وحمل المرأة على المكاتبة هذا حمل للعام على ماذا؟ على الصورة النادرة. فهذه موانع تمنع الاحتمال الذي ذكره الحنفية، وتجعل
دلالة الحديث على المرأة الحرة المكلفة دلالة مقطوعا بها. قال: وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع أو يمنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. والعلماء يتفاضلون بحسب ما يقفون عليه من الأدلة وبحسب فهمهم لها، كما تقدم معنا في الدروس السابقة أنه رحمه الله قال: والعلماء يتفاضلون ها إما بكثرة العلم أو جودته، فهم يتفاضلون إما بكثرة المحفوظات أو كثرة تحقيقهم وفهمهم للمسائل. نعم. ثم لما فرغ من القسم الأول وهو القطع بدأ يتكلم على القسم الثاني فقال: قال: وأما القسم الثاني وهو الظاهر فيجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن قبل أن نتكلم على القسم الثاني، المصنف رحمه الله لماذا تكلم على خبر الآحاد في القسم الأول؟ ليبين أن العلماء قد يختلفون في الدليل هل هو قطعي أو ليس قطعيا، ومثال ذلك خبر الآحاد، فمن العلماء من ذهب إلى أنه يفيد العلم والقطع، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يفيد إلا الظن، ومنهم من ذهب إلى أنه يفيد العلم في أحوال ويفيد الظن في أحوال، فلهذا تكلم على خبر الآحاد في هذا القسم. نعم. قال: وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه، فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا، وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة. وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها لامرأة أبي إسحاق السبيعي: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا: فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد، لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد، وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم، وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية، ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه فإنها تضمنت عملا وعلما، وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا، لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيدة كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين
التام بالوعيد بل المطلوب، الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العلمية. ولا بدأ يتكلم على القسم الثاني وهو الأدلة الظاهرة. والظاهر كما تعلمون هو اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر، هو راجح في أحدها. وأكثر الأدلة من قبيل الظاهر، وإذا جاء الخبر وكان من هذا القسم وهو الظاهر فإن العلماء متفقون على وجوب العمل به، لكن هل يستفاد منه العلم أو لا يستفاد منه العلم؟ فإذا ورد فيه وعيد أو ورد فيه ثواب فهل يحتج به على ذلك أو أنه لا يحتج به عليه؟ فالخلاف هنا هل هو في العمل به أو في اعتقاد ما دل عليه من العلم، في الأمر الأول أو في الأمر الثاني؟ في الأمر الثاني. أما العمل به فهذا متفق عليه بين أهل العلم كما حكاه شيخ الإسلام وغيره من العلماء، لكنهم اختلفوا فيما إذا تضمن مسألة علمية فهل يحتج به عليها أو أنه لا يحتج به عليها. وذلك على قولين. القول الأول أن خبر الواحد إذا تضمن وعيداً أو نحوه من مسائل العلم فإنه يحتج به من وجه ولا يحتج به من وجه آخر، فهو يحتج به من جهة تحريم ذلك الفعل. لماذا؟ لأن هذا عمل، أليس كذلك؟ ونحن عرفنا أن خبر الواحد يحتج به في مسائل العمل باتفاق، لكنه لا يحتج به في الوعيد، لأن الوعيد من مسائل العمل أو من مسائل العلم، لأن الوعيد من مسائل العلم، فلا يحتج بخبر الآحاد. وذلك بناء على أن دلالة خبر الواحد دلالة ظنية، فهذا القول مبني على هذا الأصل. واحتج أصحاب هذا القول بدليلين ذكرهما رحمه الله. الدليل الأول أن الوعيد ونحوه من المسائل العلمية، والمسائل العلمية لا تثبت إلا بدليل يفيد العلم والقطع، وخبر الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، فلا تثبت به مسائل الوعيد ونحوها من المسائل العلمية. فإذا قالوا الدليل الأول ما هو؟ أن الوعيد من الأمور العلمية، من المسائل العلمية، والمسائل العلمية لا تثبت إلا بدليل يفيد العلم، وخبر الواحد عندهم لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، فلا يثبت به الوعيد ونحوه من مسائل العلم. هذا الدليل الأول، وقد ذكره في قوله وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا تثبت إلا بما يفيد العلم. الدليل الثاني أن الفعل مجتهد في حكمه وليس مقطوعا به،
وإذا كان مجتهدا في حكمه فإن فاعله لا يلحقه وعيد. وبناء على هذا فإنه يحتج بأحاديث الوعيد في العمل ولا يحتج بها في إثبات الوعيد. فأخبار الآحاد تفيد العمل، تفيد العمل لأن العمل مجتهد في حكمه فهو ليس مقطوعا به وإنما هو مظنون، وما دام أنه مظنون فإنه يثبت بماذا؟ يثبت بخبر الواحد، لأن دلالة خبر الواحد عندهم مظنونة. فإذا هذان دليلان استدل بهما أصحاب هذا القول. القول وهذا القول ذهب له طائفة من الفقهاء والمتكلمين. القول الثاني أن أحاديث أو أن أخبار الآحاد يثبت بها مسائل العمل ويثبت بها أيضاً مسائل العلم كالوعيد ونحوه، وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء وهو الذي عليه السلف الصالح. واستدل المصنف رحمه الله على ذلك بأربعة أدلة. الدليل الأول عمل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم، فإنهم كانوا يثبتون بأخبار الآحاد الوعيد كما يثبتون به العمل ولا يفرقون بينهما. الدليل الثالث أن الوعيد من جملة، الدليل الثاني أن الوعيد حكم من الأحكام الشرعية، أليس كذلك؟ والأحكام الشرعية لا يشترط أن تثبت بدليل مقطوع به، بل يصح أن تثبت بالأدلة الظنية. فالوعيد حكم أو ليس حكما؟ الوعيد حكم. والأحكام الشرعية لا يشترط أن تثبت بالأدلة القطعية، بل يصح أن تثبت بالأدلة الظنية، لأن الأحكام الشرعية لا يطلب فيها اليقين التام، لا يشترط فيها أن تكون مقطوعا بها، بل يكفي فيها الاعتقاد الذي يشمل العلم ويشمل الظن أيضا. ولهذا قال رحمه الله في الدليل الثاني لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، يعني تارة أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعد، يعني ليس المشروط، يعني لا يشترط اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد، يعني يكفي الاعتقاد، والاعتقاد يدخل فيه اليقين ويدخل فيه الظن، يدخل فيه أمران اليقين والظن، كما أن هذا، يعني كما أن الاعتقاد هو المطلوب في الأحكام العملية. الدليل الثالث بدأ يتكلم عليه في قوله ولا فرق، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.